وتبقى ما بقيت الأمة. تتمتع حركة الفقهاء المراجع بقوة ذاتية منقطعة النظير، لأنها عاشت منذ غيبة الإمام المنتظر عليه السلام حتى اليوم، وهي تدير دفة القيادة الدينية للأمة بلا حماية ولا سلاح، رغم أنها كانت تشتبك مع جميع الحكومات التي كانت تختلف على الأمة في مختلف أقطارها في صراع دائب مرير، ورغم أنها لم تمتلك في يوم واحد من تاريخها الطويل ميزانية منظمة أو قيادة ثابتة في نقطة معينة من العالم. لقد عاشت حركة الفقهاء المراجع كقوة متفاعلة محركة تهدد وتنصر، وبقيت حتى الآن، ولها في كل مكان فروع وقيادات ومعارك، وستبقى ما بقيت الأمة قائدة عقائدية أو قائدة عقائدية وسياسية معاً.